أمر كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية بإعدام رجل كوري شمالي رميا بالرصاص لسبب غريب، وهو بيع الأفلام والموسيقى بشكل غير قانوني. ولم يكتفي بإصدار هذا الأمر فقط، بل أجبر أسرته على مشاهدة لحظة إعدامه. وقد تم القبض على الرجل ويدعى لي من سكنة وونسان، حيث تم إعدامه أمام حشد مكون من 500 شخص. وقال مصدرون أن لي الذي كان يعمل كبير المهندسين في لجنة إدارة الزراعة في وونسان، اتهمته السلطات بارتكاب أعمال مناهضة للاشتراكية بسبب تداول مقاطع فيديو كوريا الجنوبية، وهو الأمر الذي يعتبر غير قانوني، وتم إعدامه بعد 40 يوما فقط من اعتقاله، بينما أجبرت زوجته وابنه وابنته على الوقوف في الصف الأمامي ومشاهدة لحظاته الأخيرة.